تعمل أقسام الأشعة وتصوير الإشعاعي في مجموعة مستشفيات المانع العامة على توفير أعلى مستويات خدمات الرعاية الطبية والتشخيصية باستخدام أحدث المعدات الطبية وأكثرها كفاءة في مجال التصوير الطبي على يد فريق من الأطباء والفنيين على درجة عالية من المهارة والخبرة، مما ضمن لها موقع الريادة في مجال التصوير التشخيصي والعلاجي، حيث توفر غرف الموجات فوق الصوتية المزودة بأفضل التقنيات في مجال التصوير ثلاثي ورباعي الأبعاد، بالإضافة إلى أجهزة التصوير بالأشعة السينية وأحدث أجهزة الرنين المغناطيسي الملائمة لكافة الأعمار، صور متقدمة عالية الوضوح، مما يسمح بتشخيص ورصد مختلف الحالات الطبية بدقة عالية. كما أن هذه الأقسام تعمل على مدار الساعة من أجل توفير الراحة والأمان لكافة المراجعين.